ورحمة الله وبركاته. والآن في هذه المناسبة الغالية في مدينة باندونغ سوف يؤخذ البرامج الكبيرة بين الكونفرنس بين الأزياء والأمريكية. والآن نحن في مدينة باندونغ، نحن ننظر المحافظة الكبيرة، المحافظة الكثيرة من فريق الجندي الإندونيسي يحافظون كل مكان ليستعيد البرامج في هذه البرنامج الكبيرة في هذه السنة. كما عرفنا في هذه السنة البرامج يقعد في بلادنا إندونيسيا، خصوصا في مدينة جاكرتا والبندوم، ونحن رأينا كثيرا جدا من الجندي الذي يحافظ هذه المكان المبارك. والآن نحن الآن سنذهب إلى المكان الخاص المكان لننظر التصوير الصورة الكثيرة الذي يقعد في مدينة هذه البندوم. طيب نكتفي بهذا. إلى اللقاء في يوم القادم إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.